عمي احنا هم ترجع والناشد، هاي المقبره تراث، انت ابو الوقف. وين العلماء؟ وين الفتوى الشرعيه؟ الافتاء الشرعي؟ وينها؟ لو انت بعتنا، انت هاي شغلتك مقصوده، انت شغلتك يا ابو الوقف مقصوده. وتعر واني موجود يومكم، اسمي ثامر محمد غضير، هذا بيتنا هنا، بورنا هنا، ما ظل بعد شيء عندنا. يعني انا مصرح لي اسطع كل ساعه ارجع، كل ساعه ابو على المقبره. ها شالوا اهلك بعدهم كل ساعه واحد يخابرني، شو اقول لهم؟ انت ابو الوقف بعتنا، الله لا يوفقك، الله لا يوفقك، الله لا يرحمك، الله لا يرحمك، الله لا ينزل عليك الرحمه، الله لا يطببك الجنه ان شاء الله. الكلمه فتت بهاي الفتوى. هاني جوز اليوم جوز ان تضطر الامور، انت تضطر الامور، انا اقدر اروح على قرايبي، اروح على اهلي، اقدر اشيلهم، بس هذا من يشيله؟ هذا ما عنده احد. اجانا بس الاعلان، اجانا الاعلان، دق الاعلان ابو الشركه، ابو الشركه متعامل ويا الوقف. هسه يطلع ابو الوقف يستنكر، يقول انا ما اعرف هاي الامور. شنو ما تعرف؟ يقول انا استنكر بالوقف لان خطا. لك عمي صار له سنتين ابو امن الوطني ووزير الداخليه وكل قادات الدفاع اللي كله يجون هنا بالشيخ معروف، يجي من الوحده الظهر الليل، عفوا من الوحده بالليل للثلاثه، عشاهم واكلهم مهندسين ويخططون. من نسالهم يابي يلوحهم السرة، يقول لا ماكو، بس هذا الشارع اخذ، هذا الشارع ما نريد نمشي، اخذ هذا الشارع وسده، احنا مو بيوتنا هنا، سد علينا الفروع، خلونا نرتاح من غير بكات. بس لا تلعب بيهم حجي. ابو الطابو، ابو الطابو، ابو الطابو باقي الاملاك حرقوهن الملفات. ابو الوقف الشيعي نفس الشان، باع السالفه كلها باعها، هو انا هي ماكو بعد كل شيء ماكو ظلت. ابو السني سوى، قال لك انا هاي جت فرصه صفقه الي، خل اجي على هالقاع، باوع هاي القاع بيش؟ بيش قد تسوى؟ بنص بغداد. بيش باع المتره؟ بيش بعت المتره؟ بيش بعت القبور؟ بيش بعتهم ذول الموتى؟ انت ابو وقف السني بيش بعتهم؟ يقولون ما اعرفوني. شلون يقول ما اعرفهم؟ شلون يقول ما اعرفهم؟ باعهم ويقول انا استنكر واستنكر. عمي حسب ان الله ونعم الوكيل عليك ابو الوقف. من يطلع لك؟ ان شاء الله موديها لرئيس الوزراء فقط. خبروني قالوا لي تعال ترى خلينا قطعه راح يجون يشيلون القبور مال اهلكم، عنده قبر يجي يشيله منه. زين انا من بلغني هالتبليغ هذا، هو انا صار له سنه من مدفون، عندي اربع خمسه هنا مدفونين. زين انا هذول قرفاتهم شلون انقلها يعني؟ وين اوديها؟ من يقبلها يعني؟ يعني هذا اللي صار يعني. انا عندي ابوي وامي وبيبيتي وخالي ومرس خالي وخالي، ثلاث خوار يعني عندي بحدود 8 منهم مدفونين. زين من راح يتحمل؟ كلهم بنفس الخط، كلهم واحد صف الاخ. من راح يتحمل نفقه؟ هذه هات تعال. شلون هسه؟ شلون احنا الحيره شلون راح نتحملها يعني؟ احنا نتحملها شلون؟ وين غير يحددون لنا مكان مواقع؟ حتى مثلا يقولون لنا فلان مكان تعالوا بدنو، غير يهيئون كل شيء. ماكو لا يعطيك لا راسه يعني، ماكو لا راسه لا رجل يعني، ما اعرف. زين هو ما يقدر يسوي له في الجسر معلق يعني الا يعني بهالطريق هذا؟ الكلام كل ما قالوا قالوا تعالوا نقل امواتكم من هنا رفاتهم، وهذا اللي صار. بس احنا حاليا داخلين، ها صار لنا حوالي اكثر من اسبوع 10 ايام. شو راح تسوون؟ شنو الاجراء؟ الاجراء ننتظر، قدمنا بها طلبات اعتراضات، وخلي نشوف شلون راح توصل. حتى السيد رئيس الوزراء قدم لنا هناك، بدنا نشوف هسه شلون. تجينا نتيجه من عندهم ما نعرف. القضاء ياخذ مجرى اكيد. لازم تروح القضاء، لازم يقررون فشي يعني. يعني كلها فقراء، ناس محتاجه، هي اصلا هي ناس تعبانه يعني. هذا شلون يجي يعني؟ هو تدري احنا دفنا اخر دفنه دفناها هنا صدقيني لا مليون ونص بس حفر لنا القبر. زين زين احنا بنينا كلفنا من المليون يا صار القبر. يعني اجره النقل ايش قد راح يكلف؟ هاي بعد ما اعرف، علم عند الله. مليون ونص. مليون ونص ما اعرف، علم عند رب العالمين. القبر زين، وين حتنقليه؟ يمن حتنقليه يعني؟ هذا المشكله. بعدين تجين تشيلين رفات مال ناس يعني، يعني هم حرام يعني، ما يجوز يعني، على ما يقبلها. يسجلون الشرع يعني؟ شرعا يصير يعني تجون نقل رفاته؟ شو امانه خالي بمكان حتى نجي ننقله من هالمكان؟ مو بهالشكل هذا. الحل البديل انهم هم ياخذون، الحل البديل انهم مو يمنا ياخذون من هالبيوت. هاي بيوت يعوضون فلوس هاي زكاه السرع.
البيوت اهم من يغير مسار مناطق صغيره يغير مسار يسوي معلق يعني باي طريقه يعني هو هذا هذا حل مو الحل اكو ناس اختصاص هم اللي يحلوه مو احنا اللي نحله احنا ناس مواطنين عاديين ما تجون بالمناسبات اكيد احنا اصلا كل جمعه بين جمعه وجمعه نجي احنا هسه بين الخميس وخميس احتمال هسه احنا جايين احنا هسه جينا هسه الفاتحه لهن صار ويانا ما صار بتاريخ العراق بلد الوحيد اللي يصير بيك هاي السوالف هاي المراقد والقبور هاي كلها لها حرمه بس احنا ما عد حرمه بالعراق عرفت شلون اختي العزيزه الجامع بالبصره اللي فلشوه وسووه شارع هاي لو اكو ناس اصلاء وصاحبين دين ينامون بالشارع يقولون دوسوا على جثثنا وهذا الجامع اللي هو اثر وتاريخي ثرموه شلون ثرموا الناس وياهم واكو سالفه هذا الجسر 14 تموز من راد يسووا لازم يصير فوق مقام مال سيدنا الخضر لازم بالتصميم مالته يصير فوق المقام مال سيدنا الخضر تقول عليهم نظام بايد حرفوا الجسر صار تكلفته اكثر مقام مو مرقد مقام اخوان مقام مو مقبره ولا حرمته مقام سيدنا خضر الياس مقام مو مرقد بذاك الوقت حرفوا الجسر مال 14 تموز مو امام مرقد اثنين خلى خدمك ومن صارت سيدنا الشيخ معروف كرخي هم من صار بناء هم جت لجنه وجو متابع جو ناس اهل لها اكفاء هذول همج رعاة شلون رعاة يعني يفلش منا ويبني منا وكانما يبني نفسه مع الاسف جماعتنا الوقوف لا وقف السني لا يما خل احكي انا خادمك يما ناس يحطون بجيوبهم انباعت اموال مال وقف السني على سعر الدينار القديم هسه هاي جديدة لا سمعتوا بها مال بيت كمبش هذا من كمبش هذا صورة عرفتوا صورة هذا بس اللي انباع مال اوقاف وهواية انباعت سهلة عليهم يبيعون دين اللي يبيع مال المسلمين سهلة عليه هاي لحرمتها ممكن الجسر يصير بأي مكان احنا شو نسوي بالجسر وثانيا هذا حيفا مو ذاك الزخم عليه يعني قليل يطلع على العلاولة ويطلع هيك شنو هاي الشغلة الجديدة اختي العزيزة وهذا 3000 قبر وهسه انت مو واقفه يدري اخوتي عم شد فلون نجيب لكم جهال من المستشفى اطفال اختي هسه اكو هنا واكو هنا واكو هنا مو هين هذا هم الجامع مال السراج مال بصره دستو سويتوا شارع ثق بالله لو اكو زلم وصاحبين دين اعتب على رجالات الدين مالتنا اللي هسه مثل الحرمه صاروا يخاف على روحه يخاف يقتلوه لا يحكي انت بنيابه عن كل المسلمين انت احكي قول ما الله باكر يحاسبك هاي الحرمه المفروض من المنطقه واللي عنده غيره بالشارع يقعد ابو شفر تعدوس علي انا هذا عمي وابن عمي وشهداء مال ايران ديسبور انا ابن عمتي وكلهم هنا مدفونين صار 80 سنه عمي يقول لك يطلعوا لي الميت تروح للكاخ مثلا يسوي معامله زين طلع الميت مطلوب ضريبه شلون يبقى معلق شنو الحكي هذا احنا وين بدنا نعيش اكو دين واكو مبادئ واكو اخلاق انتوا اذا تريدون نيتكم صافيه تساعدون العالم يعني اذا يريدون يخرجون اقل ناس هسه منطقه عدد ثلاثه اربعه هذا راد بلحش الملايين هو دوا ما سكر ما يقدر يجيب عيشتك هو يلحق عليها لان انتم ظلمتونا الله يظلمكم هذا الشعب انظلم لو وصلت القبور يقولون الوقف السني ينطوه قطعه قاع اترجاش تقول وقف السني يعطيهم قطعه قاع لان يبيعها للقاع الوقف السني وما يعطيها هو العايش ما عنده قاع، منو انتم عندكم قاع؟ عندكم بيوت؟ ثلاث ارباعكم بالايجارات. اسمك بالحصاد ومنجلك مكسور، واحنا اهل النفط واهل الدين وهاي ارض الانبياء، فوقعنا بايدين ناس لا ذمه ولا ضمير، حسبي الله بس والله العظيم ان هنا بالمقبره وش يصير خلي يصير، الله يقول عرضك دينك مالك. يعني الدولة عندها وايد خيارات، الخيار الأول أنه تغير موقع العمل،
يعني شارع عريض، وثانيا هذا شارع الموجود هنا ما عليه زخم قوي، يعني يريدون يربطون مجسر، المجسر تقدر تحوله تاخذ من المحلات تاخذ من البيوت زين، لانه احياء، بس انت مو جاي على الاموات، يعني هذا عمل ما مرغوب ولا يعني عمل غير قانوني اولا وغير نظامي وغير ديني، يعني انت لو خفتني انت صاحب هاي الارض، وثانيا اكو ناس هنا أنا املاكه ترى هواي هنا ناس مشترين قطع اراضي ودافنين امواتهم، فما يصير هاي مو انسانيه ولا عداله ولا رحمه، زين اكرام احنا نقول اكرام الميت دفنه، نقول من النبشه ونطلعه زين على تعويض، ما تعويض شنو تعويض؟ شو سوينا بالتعويض؟ انا ما احتاج تعويض، ما ادري قاصد اسمع منها، انا اول مره جيت هنا دا استنتج الوضعيه، يقولون تعويض شنو التعويض؟ التعويض ما يجي، انا اطلع ابني من القبر ودين دا يتعوض، انا ما اريد تعويض، انا ابني اندفن هنا وهذا مكانه وهذا امر الله عليه اللي ينام بهذا المقبره، فنرجو من المسؤولين، نرجو من رئيس الوزراء، نرجو من البرلمان التدخل الفوري لانقاذ الاموات مو لانقاذ الاحياء. انا الليل كله ما نايم من سمعت الخبر وابكي الليل كله، زين انا دفنت ابني بايدي ارد انبشي واطلعه، هاي ما معقوله ترى، ولا انسانيه ولا رحمه، فارحموا العالم، الناس تعبانه والناس الضيم خلي كفيه الضيم اللي عايشه بيه، فاحنا ما نزود الضيم على الناس، احنا الدوله تريد تسعد الانسان مو تكدره وزيد همومه، فنرجو من دولة رئيس الوزراء التدخل الفوري والسريع لإنقاذ الأموات قبل الأحياء، لأن الأحياء حيتأذون أكثر من الأموات. والله إحنا ناشد يعني رئيس الوزراء بأنه ينضرب هذا القرار، لأنه هذا القرار إحنا نعتبره مجحف حق يعني هي هذه الشريحة، لأنه الجسر هو يخدم صحيح هواي عالم، بس احنا راح نتضرر من وراء، احنا المتضرر الوحيد. يعني انت من فكرت بهذه الخطوه؟ يعني فكر بانه اكو اموات هنا صار لها الاف السنين مدفونين هنا، يعني هاي مو سنه ولا سنتين، ومو فقط قبر او قبرين، يعني اثنين او ثلاثه او اربعه، بكل قبر اثنين او ثلاثه. زين احنا هسه يا مقبره للروح لها ما حد يقبل يستقبلنا، يقول لك احنا ما نستقبلكم، يعني هي هاي مقابركم وانتم حير بنفسكم. زين يعني انت جايب لي ركيزه مال جسر حاطها هنا، انا شو لي علاقه بالجسر؟ زين انا ما لي علاقه بالجسر، انت القي لي حل، يعني كون امواتنا نشيلهم ونوديهم بصوره يعني تليق بيهم. زين انا راد لي قطعه اشتري، زين راد لي نقل، زين انا هاي منين اجيب هالفلوس؟ يعني اشكال يراد لي، زين انا منين راح اجيب هاي الفلوس؟ وهي أنا طريق بعيد يومية، يعني بين يوم ويوم بين يومين والثالث إحنا هنا، يعني من طلعتوا هذا القرار لحد الآن يعني ما يصير هيك، والله العظيم يعني على كيفكم ويا المواطن. يعني أساني بالمقبرة عندي فوق ال 15 قبر أو 17 قبر، زين هذا على كل قبر مليون ونص، زين أنا منين أجيب هالفلوس؟ إذا أنت لا منطيني فلوس دفن لا منطيني فلوس قاع، زين أنا منين أجيب؟ عمي مشاريعكم ما يخالف على عيني وراسي، الاختناقات المرورية هاي صار لها يعني سنوات، مو هسه هذا القرار تنفذه، وحتى إذا تريد تنفذ هذا القرار ما أنفذه برأس العالم، القي لي بديل يعني حتى أنقل الأموات ماتي بمكان يعني يليق بيهم. زين يعني أساني مين أجيب هاي كم مليون يرادلي؟ أول شيء يريد هذا المشروع يلغي، المشروع هذا يلغي، يعني يدي يسوي مسار على مود المسؤولين حتى يوصل قريب على أهله، ما يصير هذا الحكي، ناس صاروا آلاف مؤلفة ميتة هنا، يشيلون على أساس يشيلون قبر، عندنا هسه ضابط هذا عندنا هنا ضحى من أجل الوطن، أنا عندي 7 سنة مدفوني، شلون أشيلهم؟ شلون أشيلهم؟ ترى بفلوس مشتري عمي، ترى هنا الجنازة هنا مليونين مليون ونص، لا خلف أطلع عليهم، أهم شيء عندهم مصلحتهم، خلص لا تتعبين نفسك،
لا يفكرون لا بالمواطن هذا، يفكرون مصلحتهم مصلحتهم فوق الكل. انا عندي 7 8 مدفونين هناك كيفيش محمد من قرايب، انا عندي اخوي الشهيد هنا زين، انا اخوي صار 2004 هنا، شنو طلع شنو طلع طلع عظام؟ مو طلع عظام، شنو هدفتهم شنو؟ والله عمودي والله المسعودي يعبون لي يسوي جسر حتى يروح البيت المطار مو؟ خليفة يفكرون يبنون بيوت العالم، عمي ما يبي تجاوزات مشوا وديشات تجاوزات هناك، ما يصير هذا الحكي عمي. شنو صدق كذب الله اكبر على راسهم ان شاء الله. ما يصير هذا الحكي عمي. شنو الحكي هذا؟ والله 4000 قبل تعشيلوها و 5000 و 6000 قبل، ما يصير هذا الحكي هذا. خلاص رحمه الله بالامطار ما حد عوضنا، بيوت وقعت علينا بالامطار ما حد عوضنا. يعوضوك هسه يعوضوك، والله شو اسنادك؟ بدي اقول لك ما مخلي قيمه للمواطن. ما مخلي قيمه للمواطن. اعطيك اياها نقطه على السطر خلاص. ما يعرفون، ما يعرفون، لا ما يعرفون حرمة الميت، ما يعرفون. لا يقول اخذنا فتوى ما فتوى، كلها كذب هاي ملاعيب. كلهم يعرفون. لا تعبي نفسه ولا هذا. احنا نريد هذا المشروع يلغي خلاص كل شيء ما غني عندهم. والله مو وين نوديهم بتي؟ النوبه على المقبره مو على متفجي، 1 2 الى كم سنه نجي نزورهم نبكي شويه نتبب شويه نسوي على قلبنا ونرجع. والله انا اظل هنا بالمقبره ما اتحول منها لهناية اذا يجون يقصوها. والله اخويا وامي وابويا كليتهم هناية. وين وين اقول لهم؟ والله ولا اخليهم يتحركون حركه واحده، وانا اظل هناية شو وقت ما يجوني اظل هناية. مو ما يصير حتى على الميتين ما يصير. لا هذا هاي مرت اخويا انا مدفون، وهذا ابن اخويا مناي. ولا فلوس ولا كل شيء ما اريد. هاي القبر ما ينشال مناي ويظل هناي، لا يعوضونه ولا ابد ولا كل شيء. اريد ما اريد كل شيء، بس القبر اكو واحد ميت يجون يكربوه؟ هاي ما صايره. والله ما صايره هاي، بس هاي بس بس عندنا صايره. بسم الله الرحمن الرحيم وفوق كل ذي علم عليم، صدق الله العظيم. تلقينا هذا الخبر بفاجعة أخرى، فاجعة تلت فاجعة وفاة أمواتنا بعد أن أكرمنا الله بالنسيان. أثارت الحكومة مواجعنا مرة أخرى. نحن ليس ضد الإعمار ولا ضد التطور، نحن معها، ولكن هناك طرق أخرى وكثيرة. ممكن أنه هذا الجسر أسوي جسر، لكن أكو فكرة وعندنا مهندسين أكفاء، ممكن أسوي جسر طابقين أستفاد، مثل جسر الطابقين اللي موجود على نهر دجلة، ولا أجرح الطيبين وأحافظ على كرامة الأموات. نترجى ونتمنى من دولة رئيس الوزراء الالتفاتة الأبوية والكريمة إلى هذه العوائل، والحفاظ على كرامة وشعائر الأموات. الأموات إلنا بالنسبة إلى شيء عظيم، شيء مقدس. كل واحد عنده هنا متوفي سواء كان والده أو ابنه، فهذا يعتبر مرقد مقدس إله. والله حقيقة احنا لحد الآن ما ثارنا هذا الموضوع مثل ما ثارنا الألم بالخبر انه تزيل انت هذا تزيل هاي الرفات. أنا عندي والدي هنا متوفي صار له 43 سنة بالحرب العراقية الإيرانية. فهل ورا 43 سنة الناس ورا 5 سنوات بأي دولة تتملك جنسية؟ أي غريب يروح لأي دولة 5 سنوات ينطونا الجنسية ويعاملونا مواطن. ورا 43 سنة أنا أراجع هنا وزوره واتذكره واستذكره، وصار مو قبر واحد، صارت العائلة كلها هنا انجمعت. أجدادنا وآبائنا وعمامنا وخوالنا وعماتنا وخالاتنا، أصبحت إن عالم آخر غير العالم الدنيوي، عالم هنا عندنا نزوره بالمناسبات ونستذكرهم. تجي بالليلة وضحاها انه يقول لك انت شيل من هذا الوجود، ما لك اي وجود، وين نودي؟ وشون الفائده بعدين انت؟ خلي اذا الحكومه هي تشيلهم وهي تدفنهم وهي وننساهم الى الابد. اكرر مناشدتي الى دوله رئيس الوزراء ان يتسع صدره
وسماع ندائنا والالتفات إلى هذه الشريحة وجمع جميع المهندسين في دائرة الطرق والجسور إيجاد حل فني لهذا الموضوع، وإذا ما عندهم حلول فنية الاستفادة بالاستشارات الخارجية. أجي أجيب شركة خارجية أقول لهم أريد أسوي جسر وعندي مساحة عرض شارع هالقد، سووا لي جسر بدون ما أتجاوز على الأموال. احنا كنا أهلنا وعوالنا مدفونين هنا لا اليوم ولا البارحة، يعني ما يصير هيك هذا الحكي. هذا أكو واحد عنده 10 15 30 35 واحد، هذول مين وين يودوهم؟ وين يودوهم؟ يعني هاي والله تعال شيل القبور يوم 15 وانت روح حير بنفسك. هسه القبر مبدئيا صار تحويله من مقبرة الشيخ معروف الى اي مكان اخر بخمس ملايين دينار. بخمس ملايين يعني عنده احفاد 10 يراد له 35 40 مليون. منين نجيب؟ انت من تريد تفرض علي هاي الشروط؟ زين غير لازم توفر لي بدائل، غير لازم الحكومة تجي ليش هذا فتح القبر هيجي هوسه، لازم قرار قضائي وما يلعب جوالية. انت تفتح قبر انا باكر قلت لي واحد اجي اشيله ودي لغير مكان، اقول والله هذا كان مدفون قرايبي بالشيخ معروفه ودي لغير مكان، يعني دا اطنطن على الجريمه، دا اساعد على الجريمه اني. ما يصير هيك، هذا مو حكي. هذا انت تريد تسوي توسع توسيع عمراني زين، سخط سيارات قاعد لحد مدير المرور، ايش عنده شغل عمل؟ ايش عنده قاعد يدي يسوي؟ ايش دي يسوي؟ سخطوا هاي السيارات الخرابه السكراب النايمات ببغداد 5 ملايين سياره، هاي من سخطوها راح تفيد الناس، تسهل امر الناس. قاعدين كل واحد قاعد بمكانه، يروحون يدوروا لي وين ماكو واحد مدير عام يجيبوه، لا علم ولا فهم، يجيبوه يخلوا مدير عام هنا يقوم يشتغل يلعب براس الشعب بكيفه. احنا الى متى نظل ساكتين؟ انتم ظلوا ساكتين وبالتالي انه هاي ايش راح يصير؟ اشوف ركب على ركب دي يركبونه. والله ما يصير هذا الحكي، ما يصير. احنا هذول اهلنا لازم نوقف وقفه، هذا لازم يسووا له هذا الجسر، يسووا له صوره حل. دي يسوون صوره بالدول العربيه والاجنبيه 10 كيلومترات 20 كيلومتر بنص البحر، يعني منا لهنا حصرت عزه صارت زحمه على اليوم انه يسوون جسر ما ياثر على المقبره. يغيرون المسار، هذا تاريخ هذا اهلنا هنا، ما يصير. هاي الحين راح يفتحون مشاعرنا من جديد، راح يهيجون المشاعر من جديد. الله ما يرضى. هذا مستر، هذا الحكي ما مقبول، ابد ما مقبول. لا اجى مسؤول، لا اجى احد، لا موحد، كل احد ما اجى. هاي جايين قص على الموتى، هاي الله يقبل محمد، وقرار بيه قرار موجود. غيروا مسار غير مكان. ليش؟ ابو مسلم سام محمد السيد والعامي ناس خير ميته، وين يروحون؟ يعني على قبر الحكومه؟ حسب الله وكيل على حكم القشرة هاي من السودان وشيء كله دي. زين هاي مقبرة الإسلام ما صايرة دارة بلوكت، هذا غير مسار. حتى الله يرضى عليهم، إن شاء الله. حسب الله وكيل. وين يوديهم الموت؟ وين يوديهم الموت؟ وين وقف السنة ما يجون بس يوم يتعاركون مهدي الصميد الحين ومش عن الخزرجي على المناصب وعلى المكانات، ما يجي الوقف السنة. هاي مو مقبرة تابعة للوقف السنة، هاي المفتي لو بس يقول أنا المفتي مهدي الصميد الحين مفتي الجهاد، هذا جايب منصب نفسه مفتي. هذا يومه مفتي الديار، خيجي اليوم، هذا يوم الإسلام. هاي الشؤون مين حد مسؤوليتهم؟ زين من قبل ما يوديهم؟ اكو مكان يوديهم غير مكان؟ السلام عليكم. حبيبي اكو ماده بالدستور 173 من الدستور العراقي اللي هم كتبوه، زين تحرم نفس القبور. وين مفتي الديار؟ مفتي الديار مال الوقف السني وينه؟ مفتي الديار مال العراق وينه؟ على اساس يقص القبور؟ السنه سنتين 132 سنه هاي المقبره، زين 1300 سنه انا اسف 1300 سنه هاي المقبره، حتى من عمره شارع 20 قبر بموافقه الاهالي. زين احنا هسه هنا اللي يقص 20 متر بالعرض، يعني 20,000 قبر ينقص، وين نوديهم؟ وين ندفنهم؟ ثاني احنا ما مأمنيهم، احنا دافنيهم لو مأمنيهم بالله نجي نشيلهم ونحاول ندفن بغير مكان. زين هسه بدنا واحد نحكي وياه، ماكو لا من الوقف لا من الدولة لا من الشركة المنفذة، وين نروح؟ وين نطرج هنا؟ حكي هذا احنا ما نشيلهم،
والشيء اللي يسوون خليه يسوي، واحنا وياهم واحنا وياهم للموت. احنا هذول كلهم كلهم صورهم، لا اريد تعويض ولا اريد شيء، احنا قبورنا تثبت. سوي مخطط غير المخطط، شنو يعني غير المخطط؟ غير المخطط سوون جسور حلقيه تربط بذاك الصفحه، ولا يعني بس على راس الفقير. الحقيقه يعني هاي الكل يعني يعرف انه هاي مقبره يعني قديمه، يعني مو المقبره يعني صارت البارحه واليوم، لا مقبره قديمه جدا من خلال الشواهد الموجوده على القبور. فمثلا يعني هيك مشروع يعني الميت له احترامه وقدسيته، فيعني مثلا هيك مشروع بمجال بانه يغيرون المسار مالته بحيث يعني يكون بعيد عن المقبره. عش هاي الوقفه الثانيه، لان سمعنا اكو تجاوز حيصير على القبور، لافته ما نعرف من المسؤول عن اللي علقها وبلغ انه باسبوعين تشيلون، وعمق 20 متر، انا مهندسه، عمق 20 متر من يا نقطه ما نعرف، القبور لحد اشرها، لحد ساعدنا باخذ التصاريح، عمي احنا لا طالبين تعويض ولا مطالبين من عندكم بشيء، بس هذا اولا اريد اعرف حدود المرقد، هذا تجاوز اول شيء على مرقد شيخ معروف قبل ما يكون تجاوز على قبورنا، فالمفروض المفروض الوقف يجي ويمنعهم اولا بدون محامين مثل ما هسه نتبلغ تعالوا سوي وكالات، ليش اسوي وكالات؟ انا دافنا ضمن حدود المرقد. هذه أول تجاوز. الثانية إذا قالوا لا أنتوا خارج حدود المرقد وإحنا الخدمات على عيني وعلى راسي، تعالوا سهلونا أمر، أول شيء ترقمون القبور، سهلونا تطونا تصاريح بالدفن، هيئونا مكان، أنا مو مشكلة أنزل يم أهلي، بس أكو ناس عندهم 30 قبر و40 قبر، هذا شي شيل وش قد تكاليفها، من يتحملها؟ فإحنا كلها نريدها. وأني ناشدت سيادة رئيس الوزراء، دولة رئيس الوزراء ناشدت يتدخل بالموضوع، لأن أكو ناس راح تستثمر الموضوع إعلامياً وبتستغل الانتخابات، فماكو داعي هالفتن، ماكو داعي. موضوع يحتاج لكل ما في الأمر ترتيبات أصولية، صارت وصارت ببغداد بقصر المقابر، إحنا ما معترضين، بس أكو شيء باحترام للموتى، وموقف الوقف إحنا سلبي، يلوموني ما يلوموني الوقف السني سلبي موقفه، وين ممثلهم هسا إحنا؟ كل جمعة نجي وين الموقف؟ الوكيل مالته منو؟ مالته هاي الشركه، ترى مو انا ولا تتصل حد. لا كتبوا قطعه وراحوا ما بلغوا، لحد الان ماكو تبليغ، بس اكو قطعه دقوا قطعه اعلان يوم 15 يباشرون الطرق والجسور، الطرق والجسور يوم 15 تباشر. فاحنا نطلب من الشيخ محمد السوداني نقول له بارك الله بيك، احنا مع الاعمار، مع التطوير، مع تجميل بغداد، مع تحسين العراق، نقول له بارك الله بيك، بس نطلب من عنده هذا من هذا السياج، هذا السياج 25 متره كافي، الجسر هواية يعني هواية، مالي طب لي على المقبره، المقبره لا، المقبره معالم، المقبره تاريخ، المقبره تراث، هاي وحده، وبيها شو اسمه يعني مو فئه وحده، بيها الكراد وبيها الشيعه وبيها السنه وبيها اشكال وبيها تركمان، بيها علماء، بيها ناس معدومه، مو بس يعني مو وفاء، اكو ناس بجمل صدام هواي معدومه عندنا هنا معدومه، هسه اكو عائله بصفي الحوطه مالتي، بصف السياج مالتي، هاي عائلتي هم بصفهم 14 واحد معدومين، اوديك عليهم اشوف لك اياهم. 1200 سنه لما من كل الطوائف ومن كل المناطق كانت هي شنو المقبره هاي؟ وين اكو قبل اكو سيارات يروح حتى يلفون بالنجف، كانت العالم تستغرب. فهاي الباحات ثلاث ارباع احنا بمنطقتنا كنا متعايشين سنه وشيعه، هذا المشروع ما نقول لك غيره، ما نقول لك عوفه تركه، لا ما يتغير المشروع، لو يغير مسار، لو هذا من الحائط من هاي الدنقه اقول هذا السياج، ذاك السياج 25 متر، بارك الله بكم، كافي احنا لا مثل ذاك اللي يقول ليش اكحل عين وافقس عين؟ حسوي لي جسر، صحيح انت بارك الله بك حسوي لي جسر، بس انت من حشين القبور، ايش تتوقع؟ ابو العمار واللي بدا بالمشروع، هذا احنا حنرحمك؟ جيل الجيل يقول لك شال ابويا، جيل الجيل يقول لك هذا شال ابويا، وهيك منه وهيك كذا من عنده، ما يقول لك سوالي لي مشروع، لا قال لك شال القبور مالتي، ابويا روحها واخويا راح وعمي راح وخالي راح، فاحنا شو نقول له محمد الشيعة السوداني، نقول له بارك الله بك. بس هذا كافي من هالسياج، لهالسياج كافي، ونشكر قناتكم. عم احنا اي حش ما عندنا ويا الدوله،
احنا 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 النفس النفس سيدتنا احنا موتى. احنا ما نجي ابو شفا الله يشيل موتانا منا او يشيل قبل عندنا ممنوع. الله وكيلك اي شيء احنا مو احنا قلنا لك احنا موتى. والله العظيم يسأل علينا العباس وفاضل صغير هنا دمايه. مال موتى يجي منا شو الشيء هو قبل شو الشيء من عنده؟ يا شو الشيء من عنده؟ شو الشيء العظام؟ وين توديه؟ وين توديه؟ باشر عقبال بغير مقبره بنفس الحاله عقبال تجاوز. صار انا غلطان. لان انت اليوم هاي موتى عم الله وكيلك بيني وبينك العباس احنا موتى. احنا موتى مال يشيلون منا قبل ممنوع. انا عندي والدتي مدفونه صار لها 8 سنين. بيبيتي صار لها 9 سنين. الله وكيلك محمد كيفك نجيب فراشاتنا هنا وننام. ما يجيني دولة يجيني ابو فج الشفال يجيني هنا يقول لي تعال فلش ممنوع هاي. ابد ممنوع ويشيلوها اصلا هاي الفكره من بالهم. يا عم قبور 1000 متر شنو 1000 متر؟ 20 متر يريد يشيل لي 1000 قبور لو 3000 قبور. زين هذا الجامع شنو هذا الجامع؟ مو هذا مال الشيخ معروف لو انا غلطان. يشيله لو ما يشيل هذا؟ ما يطلعون؟ لو بس احنا العوالي نطلع. ما يطلعون هاي العالم وين تودي موتها؟ وين توديها؟ عم الله وكيكم محمد كيفيكم احنا موتى ما يشيلون قبل منا ممنوع يشيلون هاي الفكره من بالهم حتى محافظاتك هنا حتى محافظات هسه باع هاي العوائل هسه قليله هاي ما يعني قليله شيء قليل هذا بس بعد هسه شوي شوي العالم راح تجي شوي شوي العالم راح تجي قلت لك احنا النسبه لينا احنا الله وكيلك موتى موتى يجيبوا السفر احنا ننام جوا وخلي شو يصير خلي يصير انا متحدث علي توفيق عباس ساكن ورا الباب ومال كاظم شو يصير خلي كل من قرر هذا القرار بيا حق ما عنده أم ما عنده أب ما عنده أحد عزيز ميت عليه بيا حق الميت يعني ينبش بيا حق يقبلون أمه ولا أبوه ينشالون من قبرهم بيا حق ليش العراقيين الله كتب لهم يتهجرون طيبين وميتين يعني هذا القرار ما يقدر مننا من المنصورية يشيل البيوت يعوض البيوت ويشيلها ما يقدر على مستشفى الكرامة ما يقدر على شارع 6 يعوض المحلات ويشيلهم ما لكش على المقبرة يعني اللي فكر بهذا التفكير يعني ما يحسب باشر عقبة قدامه هو هم ما تموت مو كما تدين تدان قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما يخاف له هو هم ما تينبش قبره وين نوديهم ما يخالف وين نوديهم الله يقبل لهم هذا الشيء حسبنا الله ونعم الوكيل بس ما اقول غير حسبنا الله ونعم الوكيل احنا 5 قبور وين تشتريها وين تشتريها انا قاعده ببيت 24 متر انا قلت اشيلهم واحطهم بالبيت تصدق بلا اله الا الله انا قاعده ببيت 24 متر من ورا التهجير وهسه موتوا ودا يهجروهم العراقيين هاي منطقه المنصوريه عليها قصم مننا احنا عندنا 26 قبر ما صار يعني عندنا قبور جديدات ما صار تطلعهم وين توديهم ابو غريب يقول لك جيب لي كتاب الكتاب يراد له شهر شهرين احنا سنتاني هاي منطقه المنصوريه لازم يطونا قاع ورث هاي وين ندفنهم ماكو مجال وين نوديهم احنا هسه احنا دنتانيهم يعني يشوفونا قرار يقولون شيء وديهم غير مكان ماكو ما يعطونا مجال ما ندري نحكي وياهم ماكو خطوة غلط احنا صاحب المحلات 13 محل هذاك الاسبوع انا دفعت حوالي 8 ملايين 9 ملايين مال محلاتنا دفعتن كل سنه انا ادفع 8 ملايين 9 ملايين فهاي الخطوه ودي يفلشون علينا هاي الخطوه كلش غلط بغلط بغلط واحنا صاحبين عوائل وين نروح يعني كل محل بي 4 عوائل 5 عوائل يعني وين نروح وين نتوجهنا هاي فلش المحلات وين يروح لا خلي احنا يعني ما اعرف وخلي يعوضنا اذا هاي يفلش يعوض يشوف لنا بديل او يعوضنا لان احنا ماجرين صوره صحيحه واحنا ماجرين يعني شيء رسمي من الاوقاف وقف السني فاحنا لازم يشوف لنا بديل او يعوض انا صاحبه 5 محلات الجماعه انا 3 عندي واحد بصلا صارت لي قدام ما يعني ما اعرف هاي شو الوضع هاي كلها غلط بغلط عندك القبور هاي حيفلش القبور 8 9 9 حوالي 9000 قبر راح يفلشن هاي شو من يتحمل مسؤوليتين احنا اهالي المتوفين شيخ معروف يعني احنا ما راح نناشد احد بس راح اقول حسبنا الله ونعم الوكيل لحقتون على اموات يعني هي هاي بقت حرمه لا للطيب لا للميت لا هاي فاحنا ما نترجى بشر بس احنا نسلمهم بيد رب كريم اي واحد يمد ايده على هاي المقبره او على اي قبر او على اي متوفي سلمنا بيد رب كريم وان شاء الله ما يلحقون يمدون ايدهم على اي قبر
بس هذا اللي نقوله، وما نترجى احد، ما نترجى احد، والله نبقى بالمقبره نعتصم وما نطلع ليل نهار وما نخلي احد يمد ايده على قبر. احنا نساء، اعرف الرجال ايش راح يسوون. احنا هواي يوميه لاحقين على شغله، يوميه لاحقين على شغله، يوم اراضي، يوم مزارع، يوم بساتين، يوم الى متى؟ الى متى؟ اتمنى ما تقطع كل شيء. ماكو قدسيه، هو للطيب ماكو قدسيه، ولا لله يقولون اكو حرمه للميت؟ ماكو حرمه للميت. ماكو اي حرمه، واذا يعرفون الله سبحانه وتعالى يشيلون ايدهم من هاي الشغله، بس هو ماكو احد يقدر يتجاوز على حرمه القبور الا ما يخاف من رب العالمين. المقابر هاي قديمة جدا وعزيزة على الناس كلها. بعدين هم وين دفنوا؟ دفنوا يمن الشيخ معروف بصفة، قريبين عليه، لا رايحين متجاوزين بعيد لا جايين، تجون هسه فجأة تعالوا شيلوا قبوركم. ليش؟ ناس اكو ناس عندها 5 شهداء، اكو ناس اكثر، احنا عندنا عشرات هنا من اقاربنا قاعدين جايين تنبشوهم. ليش؟ ليش؟ ورأسا بطريقة غريبة، اكو واحد يحط قطعة لو 15-12 تعالوا شيلوا، شنو هاي؟ اكو هيك شيء؟ حتى نقل الرفات الى حرمته بعدين مسؤولية الوقف السني وينها بهذا الموضوع؟ غير يجون رجال دين يعرفون حرمة الميت، شلون يطلع، شلون يدفن بغير مكان، ماكو هيك شيء، ماكو شيء، روحوا انتوا شيلوا وروحوا. يعني فشيء غريب، واتمنى من الحكومة تصرف، اتمنى من الحكومة، اتمنى من الوقف السني، اتمنى من اي انسان شريف دي يسمع يسوي حل لهاي المشكلة، لأنه أكو عشرات جاية تناشدكم بهذا الموضوع. حطوا هنا قطعة تعالوا شيلوا 15-12، شيلوا لازم كل شيء كامل 15-12. بعدين يعني أقل من أسبوعين، بس هم شافوا الرد الفعل مال الناس عبالهم هيك يعبروها كأي شيء آخر دا يعبر، قالوا خلنا نعبرها، هم ناس ميتة منهم حيسأل عليهم؟ ما يدرون أنه للموت أكو حرمة، اكو حرمه يا جماعه. ليش هيك ما تفكرون؟ ما اعرف ليش ما تفكرون بهذه الطريقه. اكو ناس يجيب رفات من ارض المعركه ويستشهدون اخرين على مود بس الرفات يجيبوها، وينكم؟ شو نسيتوا هاي؟ هذا الحكي كله نسيناه، احنا اصبحنا بهذا الوقت ما عندنا اي قيم. فالرجاء، الرجاء انه هاي المشكله يحلوها. تقبلون موتاكم ونلمهم بالشوارع؟ ليش هيجي خبص حافظون على الجسور تسوون؟ طلعوا هالمساجين التارسة السجون بريئين، والله هذا يا ابن جيراننا بريء، كل شيء ما مسوي، حكم 15 سنة كل شيء ما مسوي، طلعوهم. ليش هيجي على المساجين؟ ليش هيجي على الموتى تحفرون قبورهم؟ مئات السنين هي هاي المقبرة مال الشيخ معروف، هي هسه جاية مقبرة الشيخ معروف صايرة، شو مئات السنين مقبرة الشيخ المعروف، هسه جايين تسوون لنا جسور، تشوفوا العالم، شوفوا نازل الناس بقلب بيتها، شوفوا الجعب كله ميت من الجوع. ما يصير هيك، ما يصير هيك يا سوداني، يا سوداني شوية راعي ضميرك، تقبل واحد يشيل أهلك؟ تقبل واحد يسجن أهلك؟ قاعد تسجن بلاش بالتعذيب، بالهاي يقرون بالتعذيب قوة يقرون على أرواحهم. ما يصير، الله أكبر، وين وقف السني؟ وين الحكومة؟ وين العالم؟ وين الدنيا؟ ليش هيك؟ ليش هيك العالم كلهم ظالم؟ هم بالقبور وهم بالسجون، هم بالقبور وهم بالسجون، طلعوا طلعوا المساجين أحسن ما حايرين بالمقابر. بالنسبة للمقبرة وبالنسبة للتفليش احنا بدايتنا نعتب على الوقف السني. الوقف السني شنو دورك بالعملية هاي؟ كل شيء ماكو، صامتين. زين انتو شركة جتي تستثمر هذا المشروع، يعني انطيتوهم رأيكم بيها؟ لو بس هيك تعال فلش. زين انتو ليش بتروحون بذيك بيوت محلات؟ يخافون يروحون على المحلات والبيوت، لان هاي المحلات والبيوت لازم يدفعوا لهم مال، يدفعوا لهم فلوس. قال لك احنا نجي نشيل هاي المقبره وما لنا شغله، ما لنا شغله باي شيء، فما يصير. والمقابر لها حرمه، واليوم علينا احنا كمواطنين باكر على المسؤولين، على ابهاتهم وعلى اهاليهم، وراها تجي على امه على المقابر، يعني ما يخلون.
فاخواني نطلب من رئيس الوزراء ونطلب من البرلمان ان ينظرون للعالم، والدفن صعب بالعراق، الدفن صعب يا اخوان. تشتري قاع تروح لمقبره الكرخ، تشتري قاع تروح باي مكان لازم تشتري قاع، وبيش القاع كله ب 6 ملايين 7 ملايين 10 ملايين ما يصير. زين انت راح تشيله من هنا تدفنه هناك؟ اكو حل اخر، انت يجيب الشركه زين تتفاهمون ويا الشركه، يجيب شو اسمه يشيل الرفات، هو يجيبون اكياس ويشيلون الرفات زين، ويخابرون على اهلهم تعالوا استلموهم، نعطيهم الاسماء وتنتهي الشغله، مو نعطينا 15 يوم مهله، اقل شيء في 6 اشهر. عالم برا بالخارج على اشكال العالم، عمي ترى هذا ما يصير حتى الله سبحانه وتعالى ما يقبل. المرحلة والله حرام عليكم، يعني هو ميت، يعني حتى الميت ما خلصان، يعني صار له بال14 سنة، هذا صار له بال13 سنة، زين هسه شو طلع؟ شو طلع من عنده؟ طلع عظام؟ يعني هاي قاع علش كبرها، ما تعرف تاخذ من عنده هذا السياس، ما تعرف تاخذ من عنده، عندك شارع ايش كبره؟ عندك شارع عريض عندك، يعني شارع عريض ما يصير هيك يا عمي، ما يصير يعني هدمان قبور، والله ما يصير، حرام علينا، كافي عاد تحرقون بقلبنا وتحرقون بدمنا، يعني هو مات، يعني حتى هذا ما خلصان اللي عنده شهيد، زين انا والدتي هنا مدفونه، خالتي ما صار لها سنه، زين ما يصير هيك يا عمي، ما يصير والله حرام، ما يصير، حرام عليكم، هذا شارع عريض اخذ من عنده؟ أقص من عنده؟ أسوي تعليق ما أضر هاي العالم، ما أخلي هاي العالم تبعد تلطم، ما أخلي هاي العالم تبعد تبكي، بالعكس أفرحها لهاي العالم. ليش أنت ثلاث قص؟ يقبل واحد يقص قبر أمك؟ يقبل واحد يقص قبر أخوك؟ ليش هيك يا عمي؟ ليش تقبل الستة؟ يا رئيس الوزراء رحم أمك، سوي لنا حل، سوي لنا فتح حل ويا هاي الشركات، ترى ما يصير هيك، والله ما يصير، كل شي هدم عندنا بالعراق، حرام عليكم عمي، هاي أمواتنا، هاي وين نروح؟ زين أنا بواحد وربع أنا بنيت. ليش يا عمي؟ ليش هيك تأذوني؟ زين انا عندي 4 هنا وانا اوديهم، يعني شوف لي فتح حال، هاي عندك شارع عريض، تعال سوي بيه، هذا الشارع ايش كبره ايش عرضه، تعال سوي لك بيه دنك، تعال سوي تعليق، يعني الا سوي القاع، سوي تعليق، هذا شارع عريض، اخذ من الشارع الخدمي يا عمي، ما يصير هيك، هاي قبورها، يعني ما خلصنا القبور، هاي كلها على مود هالشقق ذني مال مطار مثنى، الشركة جاي تجيك ضعيفة، شي يقول لك انا اشيل قبور، انا اخذ لك من هاي المقبرة اخذ لك 20 متر، احنا هذا ما مسموح لنا يجي 20 متر، احتمال اكو غير شركة تسوي لك حل، يعني انت تصور اول تربح انا واقف هنا، اجى فريق صيني طب للمقبرة، كان الصين هو بنفس الصين اللي يقول هو ما عنده رحمة علينا، يقول هاي القبور تنشال، سوالي هيك بيده، يقول له لا ما تنشال القبور، يا رئيس الوزراء رحمة لأمك، هذا صيني قال هاي الكلمة، قال هاي القبور ما تنشال من هنا، قال له لا حرام، قال له هذا قبر حرام، قالوا نغير المسار، فانت لازم اكو فتح حل، اكو عالم تجيك، اكو شركات تجيك قويه، لازم تسوي لك فتح حل، ما يصير هيك يا عمي، ما يصير هيك. كل مسلم اليوم يتالم لما يحدث مثلنا في ارض الوطن. عمي احنا من ذاك الاسبوع تفاجئنا اكو قطعه مكتوبه خلال 15 يوم لازم تنشال القبور. زين تنشال شلون؟ على يا طريقه؟ لا حد اجى فهمنا، لا اجى مسؤول، لا حد قال لنا 15 يوم هاي شلون؟ زين انت من غرفه لغرفه يراد لك فد اسبوعين كتابنا وكتابكم، زين الكتاب تنقل بيه شلون؟ وماكو طريقه، بس اترجاك انه تصور هذا الشارع ما يكفي دنك ما انجسرت عبره الا هاي القبور هاي؟ زين اكو ناس دفنت هنا وطالعه اهلها مو هنا، اهلها بالخارج، دول من اللي راح يشيلهم ويخليهم يديهم؟ نطالب واحد يجي يفهمنا شلون الاجراء راح يصير، ماكو غير طريق الا لا وزاره الاسكان جت دزت احد، لا ابو الوقف دز احد، زين هاي الاهالي تجي يوم تتظاهر شنو الفائده؟ اكو بيها نتيجه؟ هاي صار 4-5 ساعات احنا نحكي بيها، شنو النتيجه شنو؟ فنطالب الدوله الموقره تشوف لنا حل، وهذا المقبره ما يتقربوا لها، اكو عندك هذا شارع وارد ترجاك تصوره، الشارع عرضه من 30 متر، بس احنا كل من الاهالي كل من مقابر قبر، هاي صار اسبوع عايفين شغلهم وعملهم قاعدين هنا، نسوان ورجال واطفال كلها قاعدين هم مقبورها. ماكو احد مسؤول يجي فهمنا شنو الاجراء، شنو راح يصير، شنو ما راح يصير. انا ناشد الحكومه بالنسبه لي، انا عندي زوجي صار له 9 اشهر من توفى، وابني 9 سنين، يعني انا ايش راح اطلع من عندهم هسه؟ والناشد من الحكومه بانه يبقوهم بمكاناتهم بالقبور، ما اريد من عندهم كل شيء مطالب.